نروح نشوف مقال آخر حول خديجة. الجزائر تسيء لجميلتها ويجب محاسبة وزير السياحة. هذا المقال في مجلة الجرس اللبنانية. هنا خديجة دافع عليك بشراسة على كل حال سليمان البرناوي ونضال أحمدية وطالبوا بمحاسبة وزارة السياحة. في رأيك اليوم أنت لازم تتحاسب وزارة السياحة؟ هي في الحقيقة هم ما نقولهمش محاسبة وزارة السياحة، هي كي يشوفوا المسابقات يقعدوا يتفرجوا ويسمعوا وحدهم ما يجوا يعاونوك صح ويقولوا يعاونوا المسابقات. كما دوكا مسابقة ملكة الجمال الجزائر، ناس هاي تتفرج وراهي تشوف صح، يقدر غير واحد يقول لك آه بلادي نعاونها صح. كما محاسبة وزارة السياحة العفو. على كل حال كاين بزاف الناس ما على بالهمش انه الوزارات في بعض الاحيان ما عندهاش دخل بمثل هذا النوع من المسابقات، هي مسابقات منظمة من طرف خواص. صحيح هي المسابقة اللي تمثل الجزائر،